ما المقصود بقوله تعالى والباقيات الصالحات؟ تعددت أقوال العلماء في الباقيات الصالحات، فقد نقل عن أبي عباس رضي الله عنهم وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف أنها الصلوات الخمس. الباقيات الصالحات هي الصلوات الخمس. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح أن الباقيات الصالحات هي سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونقل القرطبي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه أن الباقيات الصالحات هي كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للدار الآخرة، وقال هذا هو الصحيح إن شاء الله.